نفسي ما رد انا. انا اذا بدي اقول 2017 اول شغله بتخطر عبالي وقعت راغب علامه. يعني بحسها كانت وقعة تاريخية, لأنه هو يا أختي حتى لما وقع بوب ستار يعني نجم سوبر ستار. فرجونا الوقعة بالله. ولو بيهدي اللعب وما بركض على المسرح. قديش عمره رهف رغبة لامك؟ ما صار 60 بس بالفيفتيز يعني. ليت فيفتيز. بس حقولة كاظم كل ما تكبر تحلى. ما هو رياضة وداير باله على حاله ومصاري وعاري ونعمة. الأرض كانت مندية. شو هالحديث شو هالحديث. بس اسمعي غرطة طارت زي إلي. إلي وينه لاحس ولا خبر, ما عم نشوفه على التلفزيون. حبيبنا للوس. أحلام شو صار مع أحلام؟ أحلام الملكة اللي غارون وتمارها مشلشلة ألماس من فوقها لتحتها, تصورت سيلفي مرة مع معجبة بحفلة من الحفلات الخاصة, وكان في الفستان ممزوع أندر آرمز. شعيب شوفي قالوا بتليل اللي عامل ليزر. الليلة جينا نهني الليلة هالليلة دارك بالسعادة. هذا أول مرة بشوفه صراحة, بس بالفعل أكيد شرطة المشاهير ما تركوها بحالها. في كمان مشهد محرج صار مع الفنانة دومينيك حوراني, كانت عم بتهني الفنان الكويتي يوسف العماني بحفل إطلاق ألبومه الجديد, فهي إنه عادي بدها تبوسه وهو دفشها إنه لا ما بده. ليكي طلعي كيف. يا عيب الشو, ما هو لا تمدي شدوقك. تعرفي انسي شدوق. انا بتعرفوا من المواقف المحرجة اللي بنتعرض لها احنا وتعلميها هاي يعني كدرس. ما عمرك انت كست تبادري بالسلام على رجل تمدي ايدك, لانه صارت بكذا موقف يعمل لك هيك 100%. سيء الموقف يعني. هلا هو طبعا هي حرية شخصية بالنهاية, احنا وي دونت جادج بيبل, بس ما تبادري انت بالسلام. هو سلم عليكي مد ايده انت سلمي خلص. تامر حسني من المواقف أيضاً اللي صارت معه بمهرجان من المهرجانات, كانت بسمة مرته بوسيد عرفتيها إيه جنبه بدها تتصور معه سيلفي, فهو وقف استعاد للصورة, فهي نزلت تصورت مع واحدة من المعجبات. فموقف الصراحة لا يحسد عليه نجم الأجيال. في كمان يعني نجم مصري, بما نجمنا سيرة تامر حسني, أيضا تعرض لموقف محرج هو لأنه صفته حمرة بالوسط الفني. أحمد الفيشاوي هاي السنة تعرض لعدة مواقف, أولهم لما اعترف أنه هو كان يحب شيرين رضا وعرض عليها الزواج وهي رفضت, ومرة بمهرجان الجونة السينمائي هاي هون. علشان هي بتحبنيش. وانت بتحبها؟ أنا أحبها وموسيها. بس احنا برضو يعني هي ما تحبنيش, مش عايز تتجوزني. لسه بتحبها لحد دلوقتي؟ احنا عايز اقول لك احنا صداقتنا يعني وطيده جدا. انا شيرين بموت فيها, بحترمها جدا وبشوفها انها ممثله من العيار الثقيل, وده ما كانش موجود. يعني شيرين لما ابتدت كانت البنت الحلوه اللي بتطلع مع احمد زكي, يعني ما كانش عندنا حاجه غير كده. بس شيرين اثقلت موهبتها واشتغلت عليها وركزت في شغلها وبقت من أهم الممثلات في الوطن العربي النهاردة. دي حقيقة, كلنا بنحب شيرين رضا كممثلة وكلنا عارفين قدراتها التمثيلية وزي القمر طبعا. بس أنا هنا بقى بتكلم أحمد الفيشاوي, شيرين رضا الست أنا بموت فيها, بحبها حب يعني جم الجم. عرضت عليها الجواز؟ بس هي لا, بس هاي صحافة صفرة نوعا ما. يعني هو لما قال عن شيرين رضا مثلا, شوفوا جمالها هلا بتشوفوها بفيديو كليب ثلاث دقات, لما قال انه هو بحبها ما كان قصده حب راجل لست, هو هاي يعني زي فرقعة اعلامية. بس شوفي انت كيف التركيز اوقات على بعض الامور السخيفة بتقلل من شأن البرنامج طبعا. لا وبعدين انا بالنسبة لي يعني احمد الفيشاوي واضح عليه تأثير المخدرات الدراجز والتاتوز. ناقص يحط تاتو على منخاره الفيشاوي. انا بحبه الصراحه. بس هو هذا بتعرفي شو, مش هذا الموقف المحرج اللي تعرض له ولا في موقف مهم تاني هلا بنقول عنه. يلا والطبله
دخلت لعبت جوه دماغي حاجات لما الرق. الموقف المحرج الثاني اللي تعرض له احمد الفيشاوي بمهرجان الجونة السينمائي، واقف جنب الفنانة الجميلة جدا درة، فهو طبعا بتعرفيه بيعبط وكذا وهيك، فهي بكل بكل سلاسة قامت له ايده ورجعتها، وشوفي كان مبين عليها انها متضايقة شوي. بس الصراحة يعني هذا الموقف بيتكرر كثيرا. لما يجي حدا بده يتصور مع حدا ما بيعرفه او بيشوفه لاول مرة او شخصية عامة، من قال انه يحق لك انه انت تحط ايدك على الشخص الاخر؟ طبعا. مين قال بتقدر تعبطه ولا بتقدر تمسك ايده ولا بتقدر، يعني هاي كمان المشاهد احنا بنشوفها مرات ولازم ننوه. طبعا طبعا، احنا عنا المسافة هاي، شو بيسموه فن الشخصية. المسافة السبيس تبع البني آدم مو صح. معروف حتى مرات مثلا بالأسانسير يا أخي ما تلزق. ما تلزق جد، التلزيق مش كتير لطيف. هلا آخر موقف، أصالة الست أصالة نسيت كلمات أغنية على ما أعتقد رهف بمهرجان القاهرة السينمائي، صح؟ هي كانت عم تغني أغنية ورجعت عدتها مرة تانية. خلينا نشوف. ما كانت عم تغني أغنية إلها، بحس نسيان كلمات أغنية مش إشي ميجر، يعني مش إشي الواحد ومش موقف محرج، يعني سبيشلي مع فنانة بعظمة أصالة وبحجمها الفني. صح 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 صح